السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله فيديو النهاردة فيديو بسيط جدا، هنتكلم فيه عن الجيسون. وبأمانة الجيسون ده مش محتاج أصلا فيديو. الجيسون ده لو أنت قعدت مع نفسك كده وفاهم الجافا سكريبت أوبجكت، الجيسون ده يخلص معاك في 10 دقايق ربع ساعة بالكتير أوي، فعليا فعليا فعليا. لكن إحنا بما إننا قلنا هنعمل جافا سكريبت كورس كامل، فإن شاء الله هنقول برضو الجيسون بتستخدمه في إيه وإيه هو وكل حاجة عنه بإذن الله. لكن هو فعلا ما بيقعدش وقت 10 دقايق ربع ساعه، يا عم ساعه بالكتير، ويخلص معاك الجسم. طيب ايه هو، نبدا على ركض، ايه هو الجسم؟ قال لك الجسم هو اختصار لكلمه جافا سكريبت اوبجكت نوتيشن. عارفين جافا سكريبت وعارفين يعني اوبجكت، يعني ايه نوتيشن؟ قال لك يعني رمز نمط. عارف انت الاوبجكت في جافا سكريبت هو زيه الجسم، الجسم بالظبط. جسم اخو الاوبجكت مع اختلافات بسيطه جدا جدا جدا. الجيسون مش متعلق بس بالجافا سكريبت، لا، اي لغه تانية تقدر تتعامل مع الجيسون ده. هي طريقه كتابه شبه الجافا سكريبت اوبجكت، طريقه كتابه شبه الجافا سكريبت اوبجكت. طيب ممكن نشوف التراي دي بعينينا؟ قال لك اه مفيش مشكله خالص. شايفين الجيسون بليس هولدر ده؟ ده موقع كنا بنخش عليه، لو حد شاف كورس الرياكت كنا بنخش نجيب منه الداتا. اللي قدامك ده هو عباره عن جيسون، هو عبارة عن طريقة كتابة الأوبجكت بالظبط في الجافا سكريبت، هي بالظبط مع اختلافات بسيطة هنقولها كمان شوية. الجيسون ده قال لك باختصار هو عبارة عن الداتا اللي بيوفرها لك، أنت ممكن تكتبه عادي خالص. ده حاجة اللي هو إيه؟ اللي بيربط ما بين الفرونت إند والباك إند. عارف أنت مثلا لما تيجي تفتح موقع زي الفيسبوك مثلا، الداتا اللي قدامك دي مش داتا ثابتة، لا كل شوية تتغير. طب هل الراجل بتاع اليو اي يقعد بقى يخش يقعد يغير كلمه مثلا الجروب بالناس حرف اس يروح يعدلها وكده؟ قال لك لا لا لا، الكلام ده مش بيحصل. فكره في ايه؟ ان الراجل بتاع الباك اند بيوفر لك الداتا كلها بتاعت الموقع على هيئه جيسون او اكس ام ال. اكس ام ال دي زي تاجات الاتش تي ام ال بالظبط، بس قال لك الافضل اللي هو المور ريدابل اكتر، ان انت بتعرف تقراه اكتر وطريقه تعاملك معاه افضل، هو الجيسون. ليه؟ لانك فاهم جافا سكريبت اوبجكت، فقال لك ده حاجه قريبه فعلا من الجافا سكريبت، من الجافا سكريبت اوبجكت، فاسهل بكتير من ان انت تتعامل مع الاكس ام ال. اللي هو عارف الاكس ام ال ده عباره عن ايه؟ عباره عن تاجات اتش تي ام ال، بس تاجات انت بتخترعها، مش تاجات محفوظه زي الاسبان والامش كده، تاجات انت بتخترعها، هو برضو الراجل بتاع الباك اند بيبعتها لك. الفرق ما بينهم باختصار ان الاكس ام ال طريقه تعامله رخمه شويه لما تجيب الداتا منه، او لما تستلم الاكس ام ال وتقعد تهندل فيه، طريقته رخمه شويه. فقال لك الجيسون هو ابسط بكتير، وانت كمان فاهمه وعارفه بما انك عارف الجافا سكريبت اوبشن. تاني الكلام ده موضوع بسيط جدا، قال لك الراجل الفرونت والراجل الباك. الباك اند بيوفر لك شويه داتا، الداتا دي عباره عن الجيسون ده. الجيسون ده انت بتعمل عليه ريكويست، يعني اللينك ده انت بتعمل عليه ريكويست وتجيب منه الداتا. ده مفهوم الاي بي اي، الابلكيشن بروجرامنج انترفيس. ان الراجل بمنتهى البساطه الباك اند بيوفر لك الداتا على هيئه جيسون، بما اننا بنتعامل افضل مع الجيسون، وانت بتعمل ريكويست تجيب الداتا دي. طبعا ده مفهوم بسيط جدا 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 عن الاي بي اي. ان شاء الله يكون في اصلا تبع التوتوريال دي يعني ايه مفهوم الاي بي اي وتعامل معاه كل حاجه بالتفصيل وممل باذن الله لما نيجي ممكن لفيديو الاجاكس ولا حاجه. اللي عايزك تفهمه في الفيديو ده من الرغي الكتير اللي انا قلته دلوقتي ده، ان الجيسون هو عبارة عن جافا سكريبت اوبجكت، شبه الجافا سكريبت اوبجكت، شبه الجافا سكريبت اوبجكت، مش الجافا سكريبت اوبجكت. يعني اللي قدامك ده شبه الجافا سكريبت اوبجكت، مش هو بالظبط يعني. وانت كراجل فرونت اند بتبعت ريكويست لللينك ده اللي هو هيوفره لك الباك اند، هتبعت ريكويست عليه عشان هو هيرجع لك الداتا دي كلها. الراجل باك اند بيعمل الداتا على هيئة جيسون، انت بتبعت ريكويست للراجل ده اللي هو هو هيديك لينك، انت تبعت ريكويست عليه وتجيب الداتا دي. ده بمنتهى البساطه، ان شاء الله تكون واضحه 100%. طيب قلنا الجيسون هو عباره عن سينتاكس، طريقه كتابه بتحفظ فيها الداتا. يعني مثلا هنا ان في يوزر اي دي واحد والاي دي واحد والتايتل مش عارف ايه والبادي، مجرد فايل او اوبجكت بتحفظ فيه الداتا بتاعتك عادي خالص. الجيسون هو عباره عن تكست، مجرد تكست بيتكتب بطريقه الجافا سكريبت. الحته دي ايه؟ written with جافا سكريبت اوبجكت نوتيشن، بيتكتب على شكل الجافا سكريبت اوبجكت نوتيشن، على شكله
مش هو بالظبط. طب قال لك هو عبارة عن ايه برضو؟ قال لك بمنتهى البساطة الداتا دي او الجيسون ده هو عبارة عن نيم وفاليو، ده نيم وده فاليو، ده نيم وده فاليو، التايتل ده نيم والفاليو بتاعته الكلام ده كله، التايتل بادي والفاليو كلها، الرغي ده كله، وهكذا. هو بيتكتب على نيم وفاليو، نيم وفاليو. قال لك كل نيم وفاليو بتفصل ما بينهم بكومة، اهو بكومة دي، بعد ما تخلص النيم والفاليو بتفصل بكومة، بعد ما تخلص النيم والفاليو بتفصل بكومة. كلام نظري عادي خالص. قال لك الكيرلي براكتس بتحتوي على اوبجكت، ده كلام عادي خالص. انت لما تفتح الاوبج الاكواس دي اسمها الكيرلي براكتس، اللي جواها مفهوم ان هو اوبجكت، ده احنا عارفينها دي عادي خالص. لكن لو فتحت كده ده عباره عن اري. سبحان الله، معلومه جديده دي، كلها قلناها في الفيديوهات اللي فاتت. انت لما تفتح كده دي اسمها كده، يعتبر الداتا اللي هتشيله ده اوبجكت. الاري بيتعمل بالشكل ده، اللي هي الاكواس اللي اسمها سكوير براكتس. طيب تعالوا نعمل فايل، تعالوا نعمل فايل كده بسيط جوه الجي اس، ممكن نسميه اي حاجه، داتا دوت جيسون. انت ممكن تكتب الجيسون بتاعك في فايل لوحده، او ممكن تكتبه على هيئه جافا سكريبت اوبجكت، بس الطريقه المتعارف عليها ان انت بتحطه في فايل لوحده. طب بكتبه ازاي بقى؟ قال لك بمنتهى البساطه بفتح اري كده واعمل اري اوف اوبجكت. اري اوف اوبجكت، فرضنا مثلا ان احنا عندنا اشخاص كتير واعمار كتير عايزين نكتب الداتا بتاعتهم، داتا مثلا كده متخزنه لارقام الموظفين عندك مثلا واسمائهم واعمارهم وكل حاجه. فانا هقول له عندي حاجه اسمها نيم والفاليو بتاعته مثلا وليكن اسمها احمد. قال لك خلي بالك بقى، الفرق بين الاوبجكت العادي والجيسون ان الجيسون كل حاجه بكتبها ما بين دبل كوتس، كل حاجه بكتبها ما بين دبل كوتس، ما عدا طبعا النمبر والبوليان. واحده واحده، امشي معايا واحده واحده. لو انا عرفت اوبجكت، لو كده افتكر معايا الاوبجكت كنا بنعرفه ازاي، كنا بنعمل كده ونكتب مثلا نيم والفاليو من غير اي دبل كوتس، لو كان سترنج طبعا كنت بحطه من دبل كوتس، لكن الكي نفسه مش بيتكتب ما بين دبل كوتس. قال لك لا، الجيسون لا، بكتب كل حاجه ما بين دبل كوتس. النيم نفسه، مش نيم اقصد بيها كلمه نيم دي، لا، النيم اللي هو اللي بيتكتب قبل الكولم ده بحطه من دبل كوتس دايما، لكن الاوبجكت لا، مش شرط، ما بعملش كده. قال لك النيم احمد وليكن مثلا الايدج، ما ينفعش اكتبها كده، لازم ما بين دبل كوتس وليكن 20، وال النمبر مثلا الفون او التل، اي حاجه بقى، 1 2 3 4 5. هعمل من ده كمان واحد كوما، واعمل كمان واحد وليكن اسمي ياسر ولا حاجه، وعنده وليكن 21 سنه، اي حاجه طبعا. ده كده عبارة عن جيسون. عرفت منين ان كل نيم بيتحط ما بين دبل كوتس، لكن الاوبجكت لا، الاوبجكت مش بحط النيم نفسه، الحاجات دي كده ساعتها مش بتتكتب ما بين دبل كوتس، لكن في الجيسون لا، لازم ما بين دبل كوتس، اهو كل نيم عندك لازم يتحط ما بين دبل كوتس. طب قال لك الفاليو بتاعت النيمز دي لازم تكون ايه، او ممكن تكون ايه؟ قال لك ممكن تبقى سترينج عادي خالص، ممكن تبقى نمبر، ممكن تبقى بوليان اللي هو يا ترو يا فولس، ممكن تبقى اوبجكت تاني عادي خالص، اوبجكت جوه اوبجكت جوه اوبجكت عادي جدا جدا، ممكن تبقى اري واحد واثنين وثلاثة او اي ارقام جواه عادي خالص، ممكن تبقى سترينج، ممكن تبقى نمبر، ممكن تبقى بوليان، ممكن تبقى اوبجكت، ممكن تبقى اري، وممكن كمان تبقى اري اوف اوبجكت تاني زي ده كده، الشكل اللي احنا عاملينه ده ممكن نعمله جوه بعد كذا مره عادي خالص. واخر حاجه ممكن تبقى نل. ست حاجات اكتبهم عندك. نل ده يعني بفضي القيمه يعني، وبعد كده انا هملاها واتعامل معاها. الفايل ده انت ممكن بعد كده تجيبه تعمل ريكويست عليه، وده لما نيجي للاجاكس نبعت ريكويست عليه ونجيب الداتا اللي جواه دي ونتعامل معاها في اليو اي، ان انت بتقول له مثلا اجيب الداتا دي واعرض بقى الشخص ده اسمه احمد، الشخص ده عنده كام سنه، الشخص ده تليفونه كذا، في اليو اي بقى عادي خالص. ودي الدنيا اللي بتتعامل بيها، ان انت ان الراجل بتاع الباك اند بيوفر لك الداتا على هيئه جيسون، وانت تبعت ريكويست تجيب الداتا وتحطها عندك في اليو اي، الشكل يعني بتاع الموقع بتاعك. تمام؟
تمام جدا. يبقى عرفنا الانواع اللي بتخزنها او الفاليو بتاعت الجيسون، ممكن تبقى سترينج، ممكن تبقى نمبر، ممكن تبقى اري، ممكن تبقى اوبجكت، ممكن تبقى نل، يعني نل عادي خالص يعني بتفضي قيمه، ممكن تبقى حاجه تانية كاتبينها هنا اهو، ممكن تبقى بوليان اللي هي يا ترو يا فولس. الست حاجات دول الداتا تايب بتاعت الفاليوز، القيم اللي انت ممكن تخزنها في الجيسون، في النيم بتاع الجيسون. في النيم ده، النيم ده، النيم ده، النيم ده، النيم، مش لازم تبقى كلمة نيم يعني. تمام جدا، عرفنا كل الأنواع. إيه بقى الحاجات اللي أنت ما ينفعش تخزنها في الفاليو بتاع الجيسون؟ قال لك ما ينفعش تخزن فانكشن، يعني ما ينفعش أكتب فانكشن كده، ما ينفعش أقول فانكشنز ومش عارف إيه والجو ده، لا ما ينفعش. قال لك ما ينفعش يبقى تاريخ، ما ينفعش أقول له مثلا النهارده 12/11/2016 أو 2020 أي حاجة. لو عايز تخزن تاريخ يبقى ساعتها لازم تحطه ما بين سترينج، كده بقى سترينج مش بقى تاريخ، طالما اي حاجه بنضم الكوتس كده بقت سترينج مش بقى تاريخ. ما ينفعش اكتب undefined، لا القيمه دي ما ينفعش اخزن undefined كفاليو للنيم بتاع الجيسون بتاعك، ما ينفعش اعمل كده. ست حاجات ينفع اعملهم، ثلاث حاجات ما ينفعش اعملهم. ست حاجات اللي هم السترينج، النمبر، اوبجكت، اري، بوليان، نل. ثلاث حاجات ما ينفعش اعملهم فانكشن ديت الاندفاين. كلام جميل، كلام جميل. ايه بقى الجيسون دوت بارس والجيسون دوت سترينج فايل؟ موضوع بسيط جدا جدا جدا. تعال نعتبر ان احنا هنعمل هنا اوبجكت عادي خالص، ونتخيل ان هو الجيسون بتاعنا. يعني اقول له مثلا هنا اوبجكت بيساوي، هجيب الداتا اللي هنا دي، بس الفكرة ان هنا لما انا بسيف هنا هو بيشيل، بيعمل فورمات يعني الكود دي كده، اكستنشن اسمها بريتر، اكستنشن اسمها بريتر تسطبها للفيجوال ستوديو بي، يعني اظبط لك الكود ويعمل لك فورمات والجو ده. تخيل معايا ان ده الجيسون والحاجات دي موجودة يعني، بس فكرة ان انا ما بسيف هو بيشيلها اوتوماتيك يعني، بس تخيل انها موجودة، اعتبر ان ده جيسون عادي خالص. حلو حلو، تعالى نعمل كونسول دوت لوك للاوبجكت ده، واسيف كده واعمل ريفرش وافتح الكونسول، وهتلاقي في الكونسول الاوبجكت عادي خالص اري اهو اوف اتنين ايتم يعني عنصرين، حاجه اسمها النيم والايدج والتليفون، والراجل التاني اسمه ياسر وعنده ايدج مفيش حاجه، والتليفون بترو ايا كان يعني القيم بتاعتك. قال لك لو انت عايز، لو انت عايز تحط القيمه دي بدل ما هي جوه في الكونسول، لا عايز اطبعها هنا في الشاشه دوكيمنت دوت رايت او دوكيمنت جيت ال بقى دي زي ما احنا خدنا قبل كده. هتروح ل HTML تعمل ديف كده بسيط وتدي له اي دي ديمو، انا عملته ما فيش مشكله خالص. لو جيت قلت له دلوقتي عايز احط القيم بتاعه الاوبجكت دي جوه العنصر ده، كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي اللي اسمه ديمو، حطه جواه يبقى انر HTML، هتكتب جواه الاوبجكت ده، هيحصل لك مشكلة. ايه هي المشكلة؟ ان هو مش هيفهم انت عندك كام عنصر، هم عنصرين اهم، عنصرين جوه الاري، فبيقول لك في اوبجكت واوبجكت تاني، مش فاهم بقى الداتا. لا انا مش عايز كده، انا عايز بمنتهى البساطة احط القيم نفسها، يعني ياخد لي ده كوبي كده ويحطه هنا كاي زي موجود كده في الكونسول، يحطهم عندك في الشاشة هنا. قال لك الموضوع بسيط، لازم تحول الاوبجكت لسترينج الاول، لازم تحول الاوبجكت لسترينج. ثانيه واحده يا باشمهندس، هو ده اوبجكت؟ ده اري ده مش اوبجكت. خلي بالك بقى، يبقى انت نسيت معلومه مهمه. ايه هي المعلومه؟ ان التايب اوف نوع الاري او نوع الاوبجكت، النوع بتاعهم اوبجكت. مش فاهم حاجه، فاكر لما كنت بقول لك لو انا عملت فار اكس بيساوي 2 وجيت قلت لك كونسول دوت لوج التايب اوف الاكس ده نوعه ايه؟ هيقول لك نوعه نمبر بمنتهى البساطه اهو. طب التايب اوف الاوبجكت ده، التايب اوف الاوبجكت ده اللي هو اصلا محتوي على اري، قال لك التايب اوف اري او التايب اوف اوبجكت الاثنين دول من نوع اوبجكت. فانا لو جيت قلت لك اعمل اوبجكت كذا كده، انا قصدي يا اما تعمل اوبجكت يا اما تعمل اري. انا بكلمك بالتايب اوف، ممكن اجي اقول لك اعمل اري، ممكن اجي اقول لك اعمل اوبجكت فعلا اوبجكت حقيقي. لو جيت قلت لك اعمل اوبجكت كذا، ممكن ساعتها قصدي اوبجكت او قصدي ساعتها اري، الاثنين دول
التايب اوف بتاعهم اوبجكت. فثبت المعلومه دي او اكتبها عندك، التايب اوف اري والتايب اوف اوبجكت الاثنين نوعهم اوبجكت. فانا لما اجي اقول لك ان ده اوبجكت، اه فعلا ده اوبجكت، بس ايه، بس هو اري ونوعه اصلا التايب اوف بتاعه هو اوبجكت. افهم المعلومه دي كويس، الله يبارك لك. طيب زي ما احنا كتبنا هنا كده، التايب اوف اوبجكت هو عباره عن الاري ده، هو عباره فعلا عن اوبجكت، هو التايب اوف نوعه اوبجكت. فانا دلوقتي عايز اقول لك ايه، عايز احول الاوبجكت ده الى اري، الى قصدي انا اسف الى سترينج. فقال لك في فانكشن جاهزه، هنعمل يعني متغير var مثلا str، قال لك في فانكشن جاهزه اسمها json.stringify. stringify قال لك الstringify دي بتعمل ايه، بتحول لك الاوبجكت الى string. فين الاوبجكت؟ اللي هو obj ده. وتعالى المره دي نطبع الstr، هيطبع لك ايه في الكونسول؟ هيطبع لك string اهو عادي خالص اهو. string بيتكون من اتنين اوبجكت، ساعتها اقدر اقول له حط لي في الانر اتش تي ام ال ده الاسترنج عادي، فيطبعه زي ما هو اتطبع في الكونسول. لكن ما ينفعش احط في الشاشه اوبجكت، ما ينفعش احط في الشاشه هنا حاجه اوبجكت، لا طبعا لازم احولها لسترنج. ايه الحاجه اللي بتحول سترنج؟ جيسون دوت سترنج فاي. طب عايز ارجعه تاني الاوبجكت، الموضوع بسيط جدا، ممكن نعمل فار او بي مثلا واقول له جيسون دوت بارس. جيسون دوت بارس ياخد بقى السترنج اللي هو السترنج، يحوله الى اوبجكت تاني. وممكن ناخد السطر ده نقول له المره دي اطبع لي الاو بي، ريفرش مره سترنج ومره اوبجكت. اكتب عندك جيسون دوت سترينجفاي بتحول من الاوبجكت، بتحول الاوبجكت الى سترنج. جيسون دوت بارس بتحول لك السترنج الى اوبجكت. السترينجفاي تاخد اوبجكت، البرس تاخد سترينج، عكس عكيس يعني. السترينج فاي بتحول لك الاوبجكت الى سترينج، البرس بتحول لك السترينج الى اوبجكت، ترجعه تاني اوبجكت. انت ممكن عشان ما تنساش اسمها سترينج فاي، من اسمها سترينج فاي، يبقى هتحول لك اكيد الحاجة اللي انت هتدخلها لها الى سترينج. البرس العكس، هتحول لك الحاجة اللي انت هتدخلها الى اوبجكت تاني. stringify بحول من اوبجكت الى string، البرس بحول من string الى اوبجكت. قلنا ايه في الفيديو ده؟ ومنتهى البساطة اتكلمنا عن يعني ايه جيسون، ودي حاجة عامة مش خاصة بس بالجافا سكريبت. هو بيقول لك هي بتتكتب بطريقة الاوبجكت في الجافا سكريبت، فانت لو عارف الاوبجكت في الجافا سكريبت يبقى الدنيا هتكون سهلة بالنسبة لك عادي خالص. هو عبارة عن تكست عادي خالص بيتخزن فيه اوبجكت، بيتكتب بطريقة اهو الجافا سكريبت اوبجكت، بيتكتب على شكل نيم وفاليو، نيم وفاليو زي ما احنا شايفين هنا اهو، نيم وفاليو. قال لك الفرق ما بين الاوبجكت والجيسون ان النيم بتاعك دايما بيكون ما بين دبل كوتس، لكن في الاوبجكت لا مش شرط، يعني زي ما انت شايف عندك هنا اهو مش لازم اكتب الدبل كوتس دي، بس احنا بنتخيل ان ده الجيسون بتاعك يعني اكنها موجودة دي، تخيل معايا ان دي اكنها موجودة، بس الفكرة ان انا بسيف هو بيشيلها يعني بيعمل فورمات يعني لو انت مش مسطب البريتر اللي انا مسطبه الاكستنشن بتاعه مش فاكر طبعا فين اللي هو ده، لو انت مش مسطبه ساعتها هيخلي لك دي متسايبه يعني، مش حتى لو سيفتها هتكون موجوده يعني فقشطه يعني مش هيحصل اي مشكله. طيب هو انا ليه بقى، سؤال قبل ما نقفل، هو انا ليه اصلا بحول يعني مثلا هنا ده كان سترنج خلاص، ده يعتبر الكونسول ده يعتبر سترنج، هو انا اصلا ليه برجعه الاوبجكت تاني؟ فرضنا ان الداتا جايه مثلا سترنج او جايه ايا كان وانت عايز تحولها لاوبجكت، ليه برجعه الاوبجكت؟ عشان اقدر اجيب اي قيمه من الباشا ده. يعني ده كده الاو بي ده هو كان سترنج فانا حولته لاوبجكت، ليه؟ عشان اقدر اجي اقول له بعد كده هات مثلا الاو بي اوف صفر، فيجيب لك اول واحد بس اللي هو نيم احمد والايدج كذا والتليفون كذا. لكن كسترنج لما تيجي تعمل السترنج اللي هو تقول له اوف صفر هيجيب لك ايه؟ هيجيب لك اول حاجه دي اهو، شايف؟ هو اعتبر ده كلها سترنج، فاول واحد هو اوف صفر، ثاني واحد اوف واحد، ثالث واحد اوف الباشا ده، رابع واحد اللي هو ده، على عكس الاوبجكت. الاوبجكت بيحولك وبيفهمك بقى ان اول ايتم ده كله هو الصفر، ثاني ايتم ده كله هو الواحد وهكذا. فانا بحول الى اوبجكت عشان اقدر اتعامل مع الاوبجكت ده بطريقه اسهل بكتير من السترنج ده. ان شاء الله تكون الدنيا واضحه، حاول تعيد الفيديو تاني بحيث الدنيا تكون اوضح اكتر واكتر.
أنا آسف على الفيديو ده كان بسيط شوية والوقت قليل، بس خلينا نعتبر إن الفيديو ده خاص بس بالجسم. إن شاء الله السيشن الجاي أو الفيديو الجاي هنتكلم عن الاتنين دول مع بعض، الأوبجكت بقى أكتر بتفصيل ومل أكتر وأكتر مع الأجكس، إزاي تعمل بقى ريكويست وتتعامل مع الإي بي آي والحاجات دي إن شاء الله في الفيديو الجاي، عشان الدنيا تبقى ملمومة، جيسون لوحده والأجكس لوحده، تجمع الفيديوهين دول بس كده. تجمع الفيديوهين دول إن شاء الله تطلع بمعلومات مهمة جدا وتستفيد بإذن الله. أتمنى يا رب يكون الفيديو واضح. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.